برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة علي نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مملكة البحرين وكبار المسؤولين والمدعوين، افتتح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية معرض 50 عاما من الدبلوماسية الذي أقيم في متحف البحرين الوطني. وبهذه المناسبة أدلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بالتصريح التالي: في هذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا جميعا، يسعدني أن أرعى هذا الاحتفال باليوبيل الذهبي للدبلوماسية البحرينية، معربا عن اعتزازي بإدارة وزارة الخارجية لأكثر من 3 عقود، ومنذ أن شرفني المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه بترأس دائرة الخارجية لدى إنشائها عام 69. إن هذا الاحتفال الذي يوثق تاريخ ومسيرة الدبلوماسية البحرينية على مدى نصف قرن يرمز إلى استكمال السيادة الوطنية، ويجسد الإسهامات التي قامت بها الوزارة في إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة ورعاية مصالح مملكة البحرين ورعاياها في مختلف المجالات. إن سياسة البحرين وعلاقاتها التي اتسمت دائما بالاعتدال وحسن الجوار والسعي لحل القضايا بالوسائل السلمية قد أكسبتها التقدير والاحترام لتصبح دولة حاضرة في النظام الإقليمي والدولي. ويسرني بهذه المناسبة أن أشيد بما بذله معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية من جهود في إقامة هذا المعرض الوثائقي الهام، شاكرا ومقدرا كل من أسهم في إقامته والإعداد له. من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح المعرض عن عميق سعادته واعتزازه بما حظيت به الدبلوماسية البحرينية من شرف عظيم بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتخصيص يوم 14 من شهر يناير من كل عام كيوم للسلك الدبلوماسي. وعبر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن خالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مؤسس الدبلوماسية البحرينية وعميدها على رعايته الكريمة للمعرض، مؤكدا تقديره لمعالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار على تعاونها وجهودها مع وزارة الخارجية في إنجاح المعرض، منوها بجهود جميع رعاة المعرض. وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن هذا المعرض سيساهم في التعريف بتاريخ الدبلوماسية البحرينية ومراحلها المختلفة وكيفية تعاطيها مع مقتضيات كل مرحلة عن طريق الوثائق والصور التي تجسد رحلة الدبلوماسية البحرينية منذ تأسيس دائرة الشؤون الخارجية عام 1969، مرورا بتحول هذه الدائرة لوزارة سيادية وهي وزارة الخارجية عام 1971 لتعنى بتمثيل مملكة البحرين في الخارج وتساهم في ترسيخ مكانتها والدفاع عن مصالحها وعن أمنها واستقرارها. هذا وقد اشتمل المعرض على العديد من المقتنيات والصور التي تعكس تاريخ الدبلوماسية لمملكة البحرين وتطورها، وأرشيف اللقاءات الثنائية التي جمعت بين مملكة البحرين وحلفائها من دول العالم، وأهم المشاركات على المستويين الإقليمي والدولي. الثاني عشر من يناير من العام 69 و900 و1000، تاريخ أسبل اللثام عن ولادة الدبلوماسية البحرينية بشكلها المعتدل الذي لم يتغير، فهي من وازنت بمقدار حجم علاقاتها الإقليمية والدولية في آن معا، وناصرت وما زالت تناصر مفردات التسامح والتعايش لتلازم مسيرها المشرف المتوجه دوما نحو بلوغ القمم العالية وملازمة الطرق الآمنة النابذة لمختلف أشكال الإرهاب والتطرف. الدبلوماسية نتعلمها من جلالة الملك حفظه الله، من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، هم يأتي منهم التوجيه ونحن المنفذون، ونسير على سياستهم ونهجهم وحكمتهم. والبحرين الحمد لله بلد يحظى بالاحترام والتقدير في العالم كله. من المعروف أن البحرين دولة متفتحة جدا، ناس طيبين، فيعني سياسة خارجية لمملكة البحرين يعني
رمزها يعني تعايش والسلام، يعني يستفدي في إلى السلام. هذا طبعا مهم جدا في العالم في الوقت الحالي، خاصة أن هناك صراعات كثيرة جدا في هذه الظروف. يعني 50 ربيعا برعت فيها السياسة البحرينية بانتهاج الثبات على تطبيق متنوع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والالتزام ببنودها، متوجهة نحو اتباع سياسة الحياد واعتمادها كمبدأ ثابت يجعلها تقف على مسافة واحدة من الجميع. الدبلوماسية بحرين رائعة في هذه السنوات الطويلة، وهناك ممكن نتبين نتطلع يعني بحرين هي كيف يعني تتخذ الدبلوماسية معتدل ورائعة، لأن دائما حققت وتحقق التوازن قوية بين الهدف الدبلوماسي وبين التزامات دولية. هذا ممكن نعتبر بحرين الرائعة نموذجة في هذه المنطقة. الوصول إلى حل المشاكل بمحبة، بزيارات، باجتهاد، ويقول لك الدبلوماسية عبارة عن كيف الإنسان يبذل الجهد ليخلص وليبرز صورة وطنه. أما الدبلوماسية البحرينية مو بس الشخص يبرز وطنه، بس أيضا يخدم باقي الأوطان. 50 عاما من الحنكة والحصافة، 50 عاما من الخبرة وسداد الرأي في اتخاذ مختلف القرارات الحاسمة تجاه قضايا الشرق الأوسط، والوقوف في وجه كل ما من شأنه تهديد استقرار البيت الخليجي المتماسك. وهي رقم 1 في الدبلوماسية الخليجية والعربية، هي أول يعني من بالدول الخليجية من كان له مقعد في مجلس الأمن، وهي أول دولة رأست مرأة منها الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهي الدولة التي حاضرة دائما في جمعيات حقوق الإنسان سواء كانت في نيويورك أو في جنيف أو في أي مكان آخر، دائما دبلوماسية هادئة رصينة قوية. دبلوماسية لم تكن لتكترث يوما في قول كلمة الحق ودرء مخاطر الباطل وقمع من يتبنون مبادئه وحمل راياته، مستميتة في الوقت عينه ببذل كل ما لديها من أجل الإبقاء على كيان الدولة وصون كل شبر من أراضيها. دبلوماسية أفضت إلى واقع يانع ساطع سطوع الشمس في الأفق، حال يتحسس فيه كل مطلع على نموذج سياسة بحرينية أوكلت إلى نفسها أن تكون رقما إيجابيا يؤثر بعمق في مختلف المعادلات الإقليمية والعالمية. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.